بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا في العنوان انني اليوم غادي نصيب برماج، واخا ما عمرني صيبته وصراحه ما عرفتش كيفاش كيتطيب، وغادي نتبعها غير مع واحد الاوديو ديال ماما صيبته ليا. سو الى جا زوين راه غتشوفوه، الى جا خايبه غتشوفوه. مي قبل من هادشي كامل خاصني نصيب الدار، لحقاش الدار ملونه بزاف، وصراحه هادي تقريبا راه 12. سو خاصني نصيب داكشي بالزربه. اي حاجه درت هاد النهار هذا غادي نوريها لكم في هاد الفيديو هادي. بقاو معايا ما تشوفين. We'll be right back.
ودابا جات الساعه ديال الحقيقه. انا يلاه سليت المعلم وسمعت الدار داكشي. المهم راه تقريبا هادشي راه داز شي ساعه الا ربع بحال هكاك. وغادي خصني دابا نسمع الاوديو اللي صوتات ليا ماما, نسمعه مزيان باش ما نفلت شي حاجه وما يجيش شي حاجه ناقصه, ما يجيش داكشي ما بنينش. سو مهم انا دابا راني سمعت الاوديو كامل وتقريبا فهمت شنو خصني ندير. اول حاجه غادي نديرها هي غادي نقي البصله ونقدا, لحقاش تنظن غتاخذ لي الوقت, لحقاش راه ثلاثه البصلات كاينين. وفي هذا الوقت ديال انني نقي البصله غادي نحاول ندير الدجاج وندير فوق منه داكشي اللي قالت لي ماما, ونشوف واش غيقد الوقت المهم باش نحط البصله. المهم غادي نحاول نصيد داكشي كيف ما قالت لي ماما في الاوديو ونشوف النتيجة واش غادي يصدق زوين ولا خايب. يصدق زوين, انا متاكده من راسي, ثقه في النفس. صافي انا هنا درت البصيله وغادي نشعل عليها. قلت لي ندير لها شويه ديال الزيت البلديه, صافي شويه ديال الماء باش تشحر مليحه. هي قالت لي معلقه, انا عندي الكسر بزار, معلقه ديال الخرقوم خصني نزيد شي شويه يمكن كيما شي كامل. وهذا ما عقلتش على سميتو. المهم هذا اللي الاول انا تيعجبني. شويه ديال هذا ما عرفتش واش سميتو, ولون غذائي غير شويه ديال الحراره. انا كندير هذا ديال الاندومي بقى ليا. ونحركو بعدا ملي كنت غنسى قزبر ومعدنوس, وغادي ندير هذا قزبر ومعدنوس لحقاش ما عندناش داك اللي كيكون ربطه. سوا غادي ندير غير هذا, غادي نحرك شي شويه باش ديك البصله كلها تقاسب التبزيره. وغندير الثومه بحال هكا, ما عرفتش واش كتدير لها بحال هكا ولا كيخصني نبغجها ولا ما عرف. المهم والدجاج وغادي نحركهم, وغادي ندير ثلاثه من هاد الحبات ناختي وحده كبيره باش تجي باينه ما ياكلها حد. ما عرفتش سميتو هذا. المهم وهذه ديك التبزيره ديالها ما عرفتش شنو تتسمى. المهم ندير شويه انا ماما نجلا شحال تدير ماما من داك راس الحانوت ولا ما عرفتش سميتو. معلقه صافي. المهم درت داكشي اللي بان لي عيني ميزاني.
كي تكون من ضربات زوين. شو بعليك فجت هي كان عليها تديرها كانت تديرها قلنا لها ما تديرهاش انتو ما كنتو لما تديرها سوا بصلاحة خلاتها الله يلعب بنين اول مرة نصيبه نتكون حالك واخا ما كاينش في ديك البنه اللي تكون ديال ماما ملي درتيش بزاف ديال المصاخن اختي قالت لي انا لا ديري غير شويه ما ديريش بزاف وزدت وانا قلت لك ديري معلقه صغيره درت معلقه صغيره درت ماشي معلقه صغيره درت نص معلقه صغيره وزدت شويه من بعد لا زوين حيت انا ما تعجبنيش ديك البنه تكون مجهده بزاف ديك البصله انا دابا سريت الغداء وكان جا زوين زوين بزاف واخا نسيت الحلبه ماشي نسيتها هي نسيتها وفي وسط داكشي تفكرتها ودرت راسي نسيتها لحقاش ما تعجبنيش و تعجبنيش بنتها وصافي درت راسي نسيتها المهم انا دابا نقدر نرتاح شي شويه ونوض نكمل المونتاج ديال الفيديو اللي غتكونوا شفتوه قبل من هذا وغادي نطيب شي حاجه يمكن في العشيه شي كريب ولا شي حاجه زوينه الا ما درت والو نتلاقاو في الفيديو الاخر ان شاء الله سيفا لقيت الجد ودرت شي حاجه راه نبارطاجيها معكم سو انا دابا عاد كي ساليت الخدمه وتفرجت شي شويه طبعا في يوتيوب ما يمكنش نبقى شاده البيسي خدمه 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 ودابا جاني الجوع بقى الصراحه دابا راه لين تسعود وبقى غير شويه العشاء ولكن غادي نوض ندير واحد شويه الخبز وشكلاط ولا الفرماج ولا اللي كان ناكل شويه بلا ما يوصل العشاء باش انا نبقى بالجوع ما يمكنش بقاو معايا باش نمشيو فين المهم انا ما سديتش البلوغ مازال غادي ناكل وفي الليل ان شاء الله غندير اندومي يمكن اي ثينك غندير اندومي
صافي انا هنايا في الليل صيبت اندومي ديالي باش ناكلها وجات بنينه. انا كيعجبني ندير معها الفرماج، كاين اختي ما كيعجبهاش الفرماج، انا تيعجبني كندير معها الزعتر شويه ديال مره كندير خبيط ومره ما كنديروش. صافي هادشي اللي كاين. المهم نتعشى وغادي نعس بحالاتي الحق صراحه عييت بالمونتاج، مونطيت تقريبا الفيديو كامل فخاصني غير شي حوايج صغيورين وصافي. Mm-hmm.